بين أربيل وبغداد، الشغل الشاغل اللي يشغل الجميع، في حوار الشارع وحتى محاور البرامج السياسية، إلى أن ذابت في ظل الحكومة الحالية وتحول الصراع من برلمان المركز إلى الإقليم. انتخابات قدر لها التأجيل مهما كانت استعدادات الإجراء، تارة بسبب مشاكل الأحزاب الكردية وتارة بسبب الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية، أخرى أيضا كما أقر سابقا بعدم قانونية تمديد السلطة التشريعية. استعدادات دستورية ومشاكل داخلية عطلت الحياة وألقت بظلالها على التفاهم في كل الملفات. فهل سينفذ الغبار بين الديمقراطي والاتحاد للوصول إلى اتفاق، أم أنه سيخنق شوارع كردستان كما خنق الموظفين لسنوات طوال؟ أهلا بكم. إذن نرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. محور حديث ملفنا الأول رح يكون مع ضيوفنا رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الأستاذ عماد جميل، مرحبا بحضرتك. مرحبا. وأيضا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم، حياك الله. أهلا ومرحبا. أهلا بجنابك. أيضا عبر سكايب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد أحمد الكرهي. سيد الهركي عفوا، مرحبا بحضرتك سيد أحمد. حياك الله، تحية لحضرتك وضيوف الكرام مشاهدي قناتكم الكريم. أهلا بجنابك أستاذ عماد. أبدأ من حضرتك، شنو وضع المفوضية اليوم بعد قرار المحكمة الاتحادية؟ تأجيل، تريث، وين وصلتوا إلى آخر الأمور بخصوص انتخابات أقليم كردستان؟ تفضل. نعم، تحية طيبة لك وللأخوين الضيفين والمشاهدين الكرام. المفوضية بعد ولغت بالأمر الولائي توقف عملها الفني والمالي في الحقيقة، الإجراءات الخاصة بانتخابات أقليم كردستان، والآن المفوضية تنتظر ما يترتب على ذلك من قرارات المحكمة الاتحادية، ومن ثم تكمل مسيرتها إن شاء الله إن كان هنالك موعد آخر للانتخابات. الاستعدادات كانت الاستعدادات الفنية، الاستعدادات المالية كانت يعني كنتم مستعدين لها كمفوضية على إلى أن جاء الأمر من المحكمة الاتحادية؟ نعم، تعرف إحنا المفوضية عندها أمرين، الأمر أنه عملها الدائمي في مراكز التسجيل ومكاتب المحافظات المنتشرة في عموم العراق بما فيها مكاتب الإقليم، وهنالك عمل يخص الانتخابات، جدول عمليات خاص بالانتخابات. الجدول العمليات الخاص بالانتخابات المفوضية قطعت فيه أشواط كاملة وكانت على ما يرام، يعني حسب ما مخطط لها في الجدول العملياتي، وأنجزت كل الأعمال، وصلنا في مراحلنا النهائية للتعاقدات مع الشركات في عملية طباعة ورقة الاقتراع أو البرمجيات أو الشركة الفاحصة أو المواد اللوجستية الأخرى اللي نستخدمها بيوم الاقتراع، وكذلك اختيار موظفي الاقتراع أو إعلان الحملة للدعاية للانتخابات. لكن تعرف الأمر الولائي وقف هذا الأمر بكل هذه اللي ذكرت لك إياها إلى أن تنتهي عملية البت بالدعوة المقدمة، وبذلك المفوضية أوقفت عملها الفني والمالي. أما عملها الإداري في مراكز التسجيل ومكاتب المحافظات هذا العمل مستمر حال مراكزنا ومكاتبنا اللي موجودة في الوسط والجنوب، ومن مهامها اليوم هي توزيع بطاقة الناخب، وتعرف نحن لدينا نسبة جيدة من المحدثين بايومتريا في مناطق الإقليم للمراحل السابقة. الآن الموظفين في المراكز يوزعون هذه البطاقة لأصحابها في الإقليم، وحققنا نسب عالية في الحقيقة في عمليات التوزيع. جيد.
استاذ مهدي رحب حضرتك مره اخرى. شنو اليوم موقف الديمقراطي الكردستاني؟ في السابق كانت مشاكلكم مع بغداد، اليوم مشاكلكم داخل الاقليم. زين، زياره نجرفان بارزاني الاخيره او الزيارتين الى العاصمه بغداد، بعدها سيد نجرفان بارزاني زار الجمهوريه الاسلاميه بايران، شنو نتائج هذه الزياره، هذه التحركات الاخيره، وبعدين انتم شنو اللي تردوه بالضبط؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وقناتك ومشاهديك الكرام والى ضيفيك العزيزين. حقيقه تعرف حضرتك انه الخلافات اللي كانت موجوده بين الاقليم والمركز تم وضع لها اليه حل بين الحكومتين، والحمد لله نحو نقول تحقيقها وتذليل هذه العقبات وحل هذه الإشكاليات، إن كانت بالنسبة للرواتب، بالنسبة خاصة تصدير النفط مع تركيا، زيارة الأخيرة للسيد أردوغان. هناك الحلول خلال الأيام القادمة والأشهر القادمة سوف تكون لها حلول. أما مشاكلنا الداخلية، خلينا نقول بالداخل المكون نفسه، هاي مشاكل اعتيادية وطبيعية تحدث بجميع المكونات وجميع الكتل وجميع كل المكون. أموركم زينة، السيد رئيس الوزراء يقول يعني نتأمل أو لا، يجب أن يشارك الجميع في انتخابات أكيد 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 الساعة. أكيد باعتبار أنه ليس فقط حزب الديمقراطي متواجد في الإقليم ولا الاتحاد، بقية شعب كامل وكتل وأحزاب. الزيارة الأخيرة اللي حقيقة هي رغم كل المشاكل اللي وصلت إلى حد أنه يجب أن يكون هناك تحرك من قبل رئاسة الإقليم بمتمثلة بالسيد نجرفان البرزاني، وزياراته إلى بغداد كانت زيارات مهمة، وحقيقة كانت هناك كثير من التحديات، إن كانت التحديات الأمنية الاقتصادية السياسية، أيضا الزيارة الأخيرة للسيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها تأثيرات كبيرة على العملية السياسية برمتها، حال بقية الدول الإقليمية، ومع الأسف أن يكون لدينا ساحة سياسية في هذه التدخلات من جميع الدول. لهذا السبب كانت زيارة ناجحة أيضا، وأعتقد سوف يكون لها أيضا تم في هذه الزيارة مباحثات معمقة حول الأمنية، التحديات الأمنية خاصة باعتبار الخروقات الأمنية اللي كان يتعرض لها إقليم وأربيل بالذات من قصف إلى آخره من بعض الفصائل، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تربط إيران مع العراق بشكل عام، مع الإقليم أيضا بشكل خاص، السياسية التجارية، كل هذه الأمور تم التباحث بها، والحمد لله هناك تفاؤل كبير. وهناك أعتقد زيارة للسيد الرئيسي إلى بغداد ستكون حسب ما المعطيات الموجودة. إذن هذه كل هذه الأمور تأتي يعني تثمر، أثمرت على أن تكون نتائج إيجابية للانتخابات أيضا. إحنا بالنسبة لنا حقيقة كان اعتراضنا منذ البدأ، تحضرتك تعرف إقليم كردستان بكثير من المكونات، إن كانت التركمان والمسيح والإزيدية ما عدا الكرد، هاي الأقليات المحترمة الموجودة على قرار الأخير للمحكمة الاتحادية حرمت هذه الأقليات من المشاركة بالانتخابات. وكان اعتراضنا الأول والأساسي على إعادة هذه المكونات ومشاركتها بالانتخابات، وأعتقد تأجيل هذه الانتخابات سوف يعطي فرصة أولا للتواصل إلى توافق كبير بين الأحزاب، وحوارات جديدة ومعمقة ستكون خلال الأيام القادمة بين الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان وخاصة مع الأخوة في الاتحاد، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة ترضي جميع الأطراف. وأيضا زيارة السيد بافل إلى الولايات المتحدة أيضا في تصب في نفس المصلحة، أعتقد هناك انفراجة ستكون خلال الأيام القادمة. شنو اللي تردوه بالضبط سيد مهدي؟ اليوم قاطعتوا الانتخابات وانسحبتوا، شنو أبرز الأمور اللي تشكلون عليها؟ إحنا قلت لك يعني أولها عدم إشراك هذه المكونات والأقليات، إضافة إلى هناك تحضرتك تعرف الإقليم عنده صلاحيات حسب الدستور، عنده صلاحيات والمركز عنده صلاحيات، أكو صلاحيات مشتركة بين الطرفين. البعض أنه حتى بعض القرارات اللي صدرت أنه حاولت أن تسحب هذه الصلاحيات من إقليم كردستان، إن كانت إدارية فنية من عمل المفوضية. مثل شنو هذه الصلاحيات؟ يعني صلاحيات إنشاء المؤسسات الإدارية اللي موجودة في إقليم كردستان، من ضمنها المفوضية، من ضمنها الانتخابات اللي تكون موعدها كل هاي الأمور أصبح يعني قرار، هذا قرار الأخير اللي كان بال المحكمة الاتحادية حاول يسحب هذه الصلاحيات، ولكن أعتقد القرار الأخير أعطى فرصة أخرى أن يكون هناك مباحثات وحوارات جدية من أجل الوصول إلى حلول ممكن تساعد في العملية السياسية. جيد سيد أحمد، أرحب بحضرتك مرة أخرى. شنو أبرز الخلافات على الساحة الكردية؟ شلون تنظرون اليوم إلى قرار المحكمة الاتحادية؟ تفضل.
يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن هناك خلافات في الساحة الكردية الكردية، ربما خلاف بين الاتحاد والأحزاب الأخرى مع الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني. الآن نحن أمام متغير جديد بعد الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية، وحتى وإن كان هذا القرارات المحكمة والأمر الولائي ربما ضد ويتعارض مع مصلحة الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى، ولكننا نحترم قرارات المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية كان لها دور مهم في المرحلة السابقة في الثلاث سنوات الأخيرة في حفظ السلم المجتمعي في الدولة العراقية، رأينا كان هناك أكثر من دعوة كان لها قرارات سليمة، لذلك علينا أن نؤسس لقضاء دستوري وأن نحترم قرارات المحكمة الاتحادية حتى وإن تعارضت جزئيا أو نسبيا مع مصالحنا. لذلك الآن يعني أصبح أنه إمكانية إجراء الانتخابات في حزيران لو تحدثنا هنا واقعيا صعبة نوعا ما، ولكن في كل الأحوال الانتخابات إن جرت في حزيران أو في تموز أو في آب أو في تشرين الأول، هناك من يتحدث عن تشرين الأول، في كل الأحوال أنا أعتقد أن الخارطة السياسية ستتغير في أقليم كردستان نتيجة طبيعة النظام الانتخابي الذي وزع عدد مقاعد مجلس برلمان الأقليم على المحافظات الأربع، وأيضا في موضوع الكوتا الأخوة في المكونات. سيد أحمد، برأيك هل سيبقى التقسيم كما هو اليوم؟ هذا أبرز أمر معترض عليه الديمقراطي الكردستاني. يعني في كل الأحوال النظام الدوائر المتعددة هذا محسوم، يعني هذا الأهم، يعني النقطة الأهم أن لو تحدثنا عن انتخابات نوعية يعني تغير في الخارطة ونكون أمام توزيع عادل بيتناسب عدد أعضاء برلمان الأقليم مع الكثافة السكانية، وهذا مهم جدا. محافظة مثل السليم، محافظتي سليمانية وحلبشة لديها 43 مقعد من أصل 100. موضوع الأخوة المكونات نحن حريصون على يعني الاتحاد الوطني وحتى الأحزاب الأخرى المعارضة في وجهة النظر مع الديمقراطي هم مع حقوق الأخوة في المكونات، ولكن كان يستخدم هذه يعني كوتا المكونات من قبل طرف سياسي واحد وهو الديمقراطي، وحتى كان هناك مقولة دائما نقول أن كل طرف سياسي في كردستان يدخل الانتخابات مثل مباراة كرة القدم هو خاسر 11-0 مسبقا، يعني يدخل المباراة من هذه 11 مقعد محسومة بالإضافة إلى مساوئ نظام الدائرة الواحدة. الآن الدوائر المتعددة متفق عليها، تبقى هناك أمور خاصة تتعلق ربما بالمفوضية، القانون الانتخابي، آراء فقهاء داخل المحكمة الاتحادية للوصول إلى صيغة معينة، ولكن المتفق عليه أنه الدوائر المتعددة وهذا هو الأهم يعني الذي سيتحقق، وستكون هناك انتخابات نوعية تختلف عن الانتخابات السابقة التي جرت في أقليم كردستان، أقصد هنا انتخابات 92، 2005، 2009، 13، 18 كلها جرت بنظام الدائرة الواحدة. جيد أستاذ أحمد، هل من الممكن إجراء انتخابات الأقليم دون مشاركة الديمقراطي الكردستاني؟ شنو النتائج اللي راح تكون؟ بصراحة يعني ممكن إجراء الانتخابات دون مشاركة أي طرف سياسي، ولكن هنا نتحدث عن سيناريو متوقع. أنا أعتقد يعني بعد قرار الأمر الولائي وبعد يعني إمكانية التأجيل الانتخابات، أعتقد الديمقراطي سيشارك في الانتخابات، وحتى قرارات المحكمة ربما كانت في سبيل أنه يشارك الجميع في هذه الانتخابات. أما حتى الانتخابات يعني إجراءها دون الديمقراطي هي ممكن، يعني لو تحدثنا من الناحية الواقعية، ولكن هنا نتحدث يعني ربما ما هو تداعيات هذا السيناريو. الآن أعتقد الأقرب هو مشاركة الديمقراطي في الانتخابات، وبانتظار يعني ماذا سيكون الموعد الجديد للانتخابات، خصوصا أنه يعني والأستاذ عماد جميل يعرف أن بعد قرار الأمر الولائي وإيقاف يعني ما تقوم به المفوضية، أعتقد أن إمكانية إجراءها في 10 حزيران المقبل أصبح صعبة، في انتظار موعد جديد مقترح بالتشاور بين ربما المحكمة الاتحادية، الأطراف الكردية، وأيضا المفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد. جيد أستاذ عماد، أعود لحضرتك، كيف تنظرون من الجانب الفني إلى موضوع تقسيم الأقليم إلى 4 مراكز؟ نعم، تعرف إحنا هذه على غرار ما جرى في انتخابات 21 برلمان، كانت هناك نظام دوائر، لكن إحنا في محافظات الأقليم كان هذا العمل معمول فيه في مجلس النواب. مجلس النواب للانتخابات 18، 14، 10 كانت عبارة عن دوائر انتخابية، يعني أربيل دائرة وسليمانية دائرة ودهوك دائرة، يعني ليس بجديد على طريقة الانتخاب. بالنسبة للحلبشة الآن استحدثت هذه الدائرة، وبذلك نظام الدوائر الآن راح يكون معمول به، وأيضا أقر قانون الانتخابات، وبذلك المفوضية تلتزم بكل
بنود القانون، مواد القانون، نعم، وكذلك تنفذه في ساحة الانتخابات من طريق أنظمة وإجراءات يتم إعدادها من قبل المفوضية. وبذلك العمل على الدوائر الانتخابية الآن لا يوجد أي اعتراض عليه مثل ما ذكرت لك، وإنما القضية هي معمول بها سابقا، وكل ما تم إضافة هو دائرة حلب، هذا أمر. والمقاعد اللي موجودة الآن اللي حاست عليها هذه الدوائر طبعا أيضا في حسبة انتخابية اعتمدت على التعداد السكاني لمحافظات الإقليم وليس على تعداد الناخبين، لأن هذا لا يمكن. وكان الأمر أنه كم عدد المقاعد في البرلمان حصلت عليها هذه المحافظات أيضا مع نسبة وتناسب في مقاعد اللي هي مخصصة لبرلمان إقليم كردستان سابقا واللي هي 100 مقعد، وبذلك ظهر هذا الرقم بالتساوي بين هذه المحافظات. يعني إضافة حلبجة، الحلبجة مسألة اعتيادية لأن هي محافظة الآن، ستقرر أن تكون محافظة حلبجة، وأيضا هي 3 مقاعد حصلت على 3 يعني مقاعد. إضافة حلبجة وإلغاء الكوتة هل من ممكن أن يغير المعادلة مثل ما تفضل الأستاذ أحمد؟ سنشهد معادلة مختلفة تماما عن ما نعرف هذا تماماً. هذه ما حد يقدر الآن يفرض هذه الفرضية ولا يسبق الحدث، لأن هذا صعب جدا، وإنما هي الانتخابات عندما تجري تكون لها نتائجها الواقعية اللي نقدر إحنا نتحدث بها. المفوضية بالنسبة لعملها بهذه الدوائر وإجراءاتها يلتزم بالقانون، قانون الانتخابات. جي. إذا تم الاتفاق وتم تحديد موعد جديد للانتخابات، هل سيتم فتح باب الترشيح مرة أخرى؟ ما هو الإجراء الفني؟ نعم، يكون هناك جدول عمليات جديد لهذه الانتخابات، لأن تعرف هذا التأجير راح يترتب عليه اللي تبقى من عمل المفوضية، اللي هو عملية التسجيل وعملية تقديم مرشحين وعملية مشاركة التحالفات. تعرف إحنا الآن الأحزاب المشاركة اللي سجلت في المشاركة بالانتخابات هي 39 حزب، اللي الآن مقدمين مرشحيهم ومشاركين في الانتخابات اللي من المفروض أن تكون في 10 حزيران ما يقارب 10 أحزاب. فمن الممكن أنه في الانتخابات القادمة أن يكون الأعداد أكبر من هذه الأعداد، نعم، المشاركة وأكثر قوائم، وبذلك هنالك تقديم لقوائم ولتحالفات ولأحزاب راح تكون مشاركة في الانتخابات القادمة. بعد انسحاب الديمقراطي الكردستاني وإعلان عدم المشاركة في الانتخابات، تحدث لي عن نسب المشاركة في تحديث البيانات والبطاقات داخل إقليم كردستان. التحديث ليس له علاقة بعملية المشاركة في الانتخابات، لأن تعرف عملية التحديث في جدول عمليات المفوضية تبدأ في بداية تنفيذ الجدول، لأن إحنا عندنا 6 شهر ننفذ بجدول العمليات. أول شهر يكون هو تحديث سجل الناخبين، فتحديث سجل الناخبين كان هنالك إقبال كبير في الحقيقة، وتسجيل الناخبين في الإقليم مر في أكثر من مرحلة خلال السنة الماضية. في عام 23 في نهاية 23 شهر آب حدثنا ما يقارب 300,000، وبعد ذلك في عملية التحديث الثانية لما نغير موعد الانتخابات أيضا وصل العدد مع هذا إلى 400,000، ونحن الآن قد تم طباعة بطاقة البايومترية لهؤلاء المحدثين، والآن توزع هي في مراكز التسجيل اللي أشرت لك عليها قبل شوي. نعم. العمل مستمر بهذا الأمر، وقضية الإقبال على التحديث لا يتعلق، لأن عملية الترشيح والمشاركة جاءت بعد ذلك، فلذلك لن تتأثر بهذا الأمر. سيد مهدي، يعني على ما يبدو الأمور زينة مع بغداد. السيد هادي العامري يقول قرار انتخابات الإقليم بيد سيد نيجير فان بارزاني، أكو ضمانات أخذتوها حتى يتغير بعض أو تتغير بعض الإشكاليات اللي تشكلون عليها في إجراء الانتخابات، شنو التفاصيل المتوفرة على جنابك؟ يعني أي ضمان؟ هي حقيقة الإشكالية هي نفسها أصبحت معروفة لدى كل الكتل السياسية، وأعتقد الزيارات الأخيرة والنتائج اللي المخرجات هذه الزيارة سوف تكون هي واقع حال اللي موجود على تأجيل على تاريخ، أولا تاريخ الانتخابات الجديد، ثانيا مثل ما ذكر أستاذ أحمد أنه ممكن خلينا نقول إلى نهاية العاشر أو شهر العاشر أو بآب أو بتموز، المهم يتحدد هذا من ناحية المعادلة. قدمت دعاوى وحصلت على التأجيل، بالتالي شنو بعد التأجيل؟ لا، هو أساسا قرار المحكمة يعتبر هو نوعا ما تأجيل لإعطاء الفرصة
للكتل السياسي والاحزاب السياسيه المتواجده في اقليم كردستان من اجل التباحث والوصول الى حلول، وهذا اللي سوف يحدث، وانا متاكد من هذا الكلام حقيقه، باعتبار هناك معطيات ومخرجات ان كانت للزيارات الاخيره وحتى الضغوطات ان كانت اقليميه وداخليه، باعتبار استقرار اقليم كردستان يصب في استقرار العمليه السياسيه برمتها. لهذا السبب اعتقد الايام القادمه ستكون هي الفيصل. وايضا هناك بالنسبه للديمقراطي ليس لدي اي تخوف في اي وقت يكون الانتخابات واي قانون، باعتبار معمول بهذا قانون متعدد القوى. يعني مجرد التاجيل راح يشارك الديمقراطي الكردستاني بالانتخابات؟ هو طلبنا وشو الفائده؟ لا هو لا مو فقط تاجيل، هناك اول شيء انت احسب قلنا على المكونات، ثانيا عمل المفوضيه سيكون بيد المركز، اكو توافق عليه، لقاءاته مع المحكمه الاتحاديه مع المفوضيه مع كل الامور اللي اعتقد هو هذا اللي نتحدث عليه. اكو ضمانات، اكو وعود، اكيد أكو راح تتغير. طبعا انا متاكد من هذا الامر، ليش اقول لك يا مخرجات هذه الزياره ما تجي عن اعتباط، اكو هناك اتفاقات وستكون الى حتى زياره قلت لك اياها الاخوه في الاتحاد السيد بافل الى الولايات المتحده الى الجمهوريه الاسلاميه سيدنا جيربان في بغداد، كل هاي مو عن هواء، اكو هناك الى مخرجات، وهذه المخرجات هي اللي تكون ضامن حتى في تأجيل الانتخابات إن كان إلى موعد آخر، وسيكون حوارات خلال هذه الفترة الوصول إلى اتفاقات وحلول ممكن تأجل أو مشاركة الديمقراطية في الانتخابات ستكون أكيد بها. السيد أحمد الهركي قبل قليل يتحدث ويراهن على أنه النتائج هذه المرة لو أجريت الانتخابات ستكون متغايرة تماما للانتخابات الماضية. شنو اليوم اللي يخوفكم من تقسيم الإقليم الى 4 دوائر والغاء الكوتا وغيرها من ابدا الأمور؟ شوف احنا يعني قبل ما اصلا ينحل البرلمان كان هناك وصول الى قرار نفس القانون هذا اللي متعدده الاتفاق عليه، ولكن توقف عمل البرلمان، واحنا الحزب الديمقراطي عمل بالقواعد المتعدده في بغداد وكان الاول، يعني ما عندنا اي تخوف مثل ما ذكره الاستاذ عماد المحترم، معمول به حتى في اقليم كردستان الدوائر المتعدده، ما عندنا اي اشكال به، بالعكس احنا عندنا قواعدنا، جماهيرنا معروفه في كل مكان ان كان في اقليم كردستان حتى في بغداد في بقيه المناطق، هذا ما يخوفنا اساسا ابدا. لهذا السبب اعتقد عندنا اتفاق شبه اتفاق على قانون الانتخابات الجديد وحتى على عمل المفوضيه، ولكن اللي جرى على المكونات خوفا من حرمانها، واعتقد سيكون حل لهم بالمشاركه بها. شنو الحل تشوفه اليوم مناسب اللي يرضي الديمقراطي الكردستاني؟ هو ممكن هو ان يرضي الاتحاد، لكن هو انت من تحرم شريحه كامله، مو فقط الديمقراطي اللي هو يكون حريص على هذا، الشريحه كامله مهمه، يعني من تحرمها من الانتخابات في بغداد تشترك وفي اقليم كردستان ما تشترك، شنو التناقض؟ لهذا السبب اكو 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 حرص على هذا العمل، يعني يكون يشارك، ويجب ان يشارك، ان يعطي صوت لاي كان. تخوف البعض الأخوة أنه سيكون هؤلاء إلى أصواتهم أو ينضمون إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد الانتخابات اللي كان معمول به تنتهي الانتخابات، هاي الأحزاب إن كانت التركمانية اليزيدية المسيحية الصابئة الشبك كلها تتحالف مع القوي مع الموجود في الديمقراطي الكردستاني، كان يصير بعد الانتخابات تحالف وانتهى هذا الموضوع، وهذا مو عيب مو سبة. لهذا السبب أعتقد حتى في تأجيل هذه الانتخابات كان الغرض من عنده أن يكون إشراك هؤلاء إن شاء الله في الفترة القادمة. خلينا نفترض تحدد موعد للانتخابات المقبلة ولم تحل هذه الإشكالية، أنا ذاك ما موقف الديمقراطي الكردستاني من مجال الانتخابات؟ لكل حادث حديث. ثانيا قرار بيد القيادة. ثالثا أنا أكد لك أنه سيكون هناك انتخابات وسوف يشارك الديمقراطي بإذن الله، لأنه أحرص من الديمقراطي على العملية السياسية خلال الفترة السابقة ومن التغيير إلى يومك هذا، هو السباق في أن يكون حريص على العملية السياسية. جيد أستاذ أحمد، أعود لحضرتك، ربما السيد نجيرفان بارزاني أخذ بعض الضمانات من قبل أو خلال زيارته إلى بغداد، شلون تنظرون إلى الموقف وإلى العلاقة التي عادت من جديد ما بين حزب الديمقراطي الكردستاني والمركز؟ أستاذ المفروض هذا السؤال تسأل أستاذ مهدي، لأن هو يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني هذا السؤال. لا ضد نسمع جوابه من يمك. يعني لو تحدثنا بصراحة، يعني من ناحية منطقية أنه العلاقات الجيدة بين الأحزاب الكردية والأطراف السياسية في بغداد هي بصورة وأخرى، يعني هنا لو تحدثنا من منظور المصلحة العامة
تصفير المشاكل داخل المكونات، تصفير المشاكل بين بغداد وأربيل، بين القوى الكردية والأطراف الأخرى، هذا اعتبر نقطة إيجابية يعني، ولكن نتمنى أن تكون هناك هذه يعني ما يسمى بتصفير المشاكل أو تقليل الفجوة أو محاولة الوصول إلى نقاط مشتركة موجودة يعني، سواء في البيوتات العراقية في ثلاثة أو حتى على المستوى الوطني. ولكن السؤال أعتقد يخص أستاذ مهدي أكثر يعني، هو يمثل أستاذ أحمد. بالتالي اليوم الحكومة سعت إلى تصفير الأزمات خاصة داخل إقليم كردستان، انتهاء آخرها بملف موضوع الرواتب اللي الحمد لله انحل الجزء الكبير منه. اليوم داخل البيت الكردي هذه المشكلة وحتى الجزئية البسيطة، شنو الحل المناسب اللي يشوفه اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني اللي ممكن يرضي جميع الأطراف، يرضي الاتحاد ويرضي الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي تجرى الانتخابات بموعد محدد في ملف الانتخابات مثلا؟ نعم يعني في ملف الانتخابات من الملفات الأخرى؟ لا لا لا، خلينا نتحدث ملف الانتخابات تحديدا. نعم لا، ملف الانتخابات هناك يعني نقطة الخلاف يعني، مثلا موضوع الدوائر المتعددة الآن هذا الموضوع ما حسم يعني، مثلا ربما موضوع المكونات يعني، أنا قلت لحضرتك هناك قانون انتخابي، هناك يعني أيضا دور المحكمة الاتحادية. المشكلة أستاذ العزيز بسبب الخلافات الكردية نحن لم نستطع أن نصل إلى يعني قانون مشترك يعني يضم جميع الأطراف، وأيضا قرار المحكمة الاتحادية الذي حل البرلمان ويعني حل البرلمان، وأيضا اعتبر التمديد لبرلمان الأقليم غير قانوني، وأيضا وكان من تداعيات حل المفاوضية في كردستان أيضا. لذلك الآن نحن نتحدث عن المتغيرات الحالية يعني، لن نعود إلى الماضي كثيرا، هناك متغير جديد أمر ولاء المحكمة الاتحادية يعني، ضمن نص الأمر الولائي واضح جدا أنه ربما موضوع توزيع المقاعد وموضوع المكونات وأمور أخرى هذه ستخضع للنقاشات السياسية ربما بين الأطراف، وأيضا إلى النصوص الدستورية والقانونية، وهنا سيكون يعني دور للمحكمة الاتحادية. وأعتقد يعني ستتضح يعني نتيجة الدعوة ستتضح ما هو شكل الانتخابات القادمة، هل سيكون الاستمرار بالمئة مقعد موزعة على أربع مقاعد أربع دوائر انتخابية عفوا، أم يتم مثلا تخصيص يعني عدد مقاعد للكوتا ولكن يكون موزع على المحافظات الأربعة يعني، هناك تركمان في كفري في حدود محافظة السليمانية، هناك مسيحيين بنسبة جيدة في السليمانية يعني في داخل يعني، ممكن أن يتم مثلا توزيعها جغرافيا كما هو موجود في المحافظات العراقية، مثلا الأخوة اليزيديين والشبك لديهم مقاعد في كوتة نينوى، الأخوة الصابئة في بغداد، المسيحيين في البصرة في بغداد في نينوى في كركوك يعني، هذا يعني ممكن أن يكون التوزيع الجغرافي توزيع المكونات، أو ربما الاستمرار على المئة مقعد موزعة على أربع دوائر انتخابية. وأستاذ العزيز يرجى الانتباه لنقطة، إذا كانت هذه الانتخابات فيها سجال فيها تدخلات محكمة الاتحادية بسبب خلافات، البرلمان الكردستاني المنتخب القادم يستطيع بمنتهى السهولة وربما في الجلسات الأولى له أن يصيغ قانون جديد لانتخابات أقليم كردستان يعني بعد انتخاب يعني ربما للسنوات المقبلة يعني. أنا برأيي هذا الموضوع ممكن حله وتداركه، نحن الآن أمام لحظة مفصلية، هناك أزمة في النظام السياسي الكردستاني بعد حل البرلمان، حكومة تصريف أعمال، خلافات سياسية، أنا لذلك كان تأكيد الاتحاد بضرورة إجراء الانتخابات حتى وإن كانت فيها بعض السلبيات. أما صياغة قانون جديد للانتخابات الأقليم هذا ممكن في الجلسات الأولى كما أشرت حضرتك، ولكن أستاذ أحمد باختصار شديد كيف يؤثر التأجيل والتمديد وبقاء الأقليم بدون برلمان منتخب؟ يعني بصورة أخرى هو نحن نتحدث عن أزمة شرعية يعني، الآن هناك أزمة في شرعية النظام السياسي، لا توجد سلطة تشريعية، حكومة تصريف أعمال، خلافات سياسية، وأيضا أستاذ العزيز أتمنى بعد الذي حدث في السنوات الأخيرة والتدخل المحكمة الاتحادية أن يكون هناك إنشاء لثقافة في أقليم كردستان وهي الالتزام بالمواعيد الدستورية والانتخابية. أعطيك مثال، انتخابات الدورة الأولى 92 لم تجري لمدة 13 سنة انتخابات، جرت في 2005 لا. في 2009 13 في بين 13 و 18 أيضا تم تأجيلها سنة، الآن 18 يعني كان المفروض الانتخابات في 22، نحن الآن في 24 ولن تجري. أتمنى أن يكون هذه التداعيات السياسية أن تؤسس لثقافة لدى الأحزاب السياسية الكردية أن يكون هناك التزام بالمواعيد الانتخابية حتى نؤسس ويكون هناك عملية بناء مؤسساتي سليم للمؤسسات الدستورية والقانونية في أقليم كردستان. نتمنى أن يكون هناك التزام بالمواعيد الدستورية والانتخابية مستقبلا يعني، نعم. للبضارة النافعة
ربما الأحداث الأخيرة تؤدي إلى وضحت ذلك. وضحت الفكرة. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، ورئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الأستاذ عماد جميل، شكرا جزيلا لجنابك، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول قرار مجلس المفوضين تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان. إذن عشرات القوانين المؤجلة من جلسة إلى أخرى تنتظر التوافق السياسي وتعديل ميزان القوى عبر تثبيت هرم السلطة التشريعية، إذ يعاني مجلس النواب منذ أشهر من غياب التشريعات المؤثرة وانعكاس الخلاف عليه. فجداول الموازنة والقوانين الخلافية يصعب تمريرها من دون استقرار البرلمان. الزميل شيبان سامي يوضح لنا التفاصيل. نصف عام مضى وما يزال كرسي البرلمان شاغراً، يتصاعد مؤشر الجدل وغياب الاتفاق داخل البيت السني. فرص الوقت البدل الضائع التي يتوقع أن تسعف المشهد السياسي المتأزم، خصوصاً مع اقتراب عطلة الفصل التشريعي. احنا نتمنى أن يحصل التوافق السياسي، ونتمنى أن تكون النوايا الداخلية لكل القوى السياسية أن يحصل توافق سياسي حقيقي، وإلا ليس من المعقول رئيس موقع رئيس مجلس النواب اللي هو يمثل الشعب واللي حتى الحكومة وكله انعكاس للقوى والانعكاس للشعب، يعني ليس من المعقول 6 أشهر أن يكون رئيس مجلس موقع شاغر. بعد الدعوة التي وجهها الإطار التنسيقي للكتل السنية بحسم الخلافات، مجلس النواب سيعقد جلسته الأسبوع المقبل للتصويت على رئيس البرلمان الجديد، حيث يتنافس على المنصب سالم مطر العيساوي ومحمود المشهداني. أنا أعتقد أنه سمعت خبر من ضمن الأخبار أنه مع الدعوة التي طرحها الإطار التنسيقي للمكون السني في حسم الملف، سمعت خبرا مقابل هذا الخبر أن المكون السني قد قبل بمقترح أن يكون السيد المشهداني هو من يمثل لهذه الرئاسة. إن صح هذا الجانب، قبول الجانب السني بالسيد محمود المشهداني، أعتقد من الممكن سيحسم هذا المنصب. تتجه الأنظار نحو عقد جلسة الأربعاء المقبل لاختيار رئيسا جديدا للبرلمان. يبقى السؤال، من سيظفر بالمطرقة، العيساوي أم المشهداني؟ من العاصمة بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا الكرام، نفتتح الملف الثاني مع المحلل السياسي والمتحدث الرسمي باسم تحالف
الحاسم الدكتور صلاح الكبيسي. مرحبا بحضرتك دكتور. حياك الله أخي محمد، تحية طيبة لك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بحضرتك دكتور. 17 مرة تأسست، أنتوا تقولون قبل ياب المشاكل اللي هنا ما تنتهي وتشكيل الحكومة يحتاج لأشهر، وهاي واليوم رئيس برلمان وصار 17 ما متفقين عليه. شنو أبرز نقاط الخلاف راح تنحل بالأيام اللي جاية لو يتعدل النظام الداخلي داخل مجلس النواب؟ منو الأقرب اليوم، منو الأوفر حظا لشغل المنصب؟ يعني بداية سبعة أشهر بدون رئيس مجلس النواب، أنا أعتبر هذا خلل كبير بالعملية السياسية في العراق. إحنا نحن نعلم أن العملية السياسية في العراق تبنى على ركائز أساسية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى السلطة القضائية رئاسة مجلس القضاء الأعلى. يعني أي خلل بإحدى هذه السلطات في ظل وجود عملية سياسية توافقية، يعني إحنا العملية السياسية في العراق أساسها توافقي، وبالتالي في ظل غياب رئيس مجلس النواب هذا خلل كبير. منو مسبب هذا الخلل؟ يعني شوف، الخلافات السياسية اليوم موجودة داخل المكونات كافة. اليوم يقولون أنه المكون السني في خلافات كبيرة وأن هناك أزمة ثقة كبيرة داخل المكون. أنا أقول أن كل المكونات اليوم تمر بأزمة انعدام الثقة بين جميع الأطراف. يعني نتذكر جيدا كيف وصل السيد السوداني كمرشح تسوية للإطار التنسيقي إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد ليلة دامية حدثت في بغداد، يعني قتال وصلت إلى مرحلة القتال. دكتور، مو شرط التجربة الشيعية لازم تكون، لا هذه يعني هذا سيجيك تقدم يقول لك أنا الممثل الأول للسنة وأنا صاحب الأصوات الأعلى وبالتالي لازم أنا أطرح مرشح. أنا قلت أن أزمة الثقة موجودة بين كل المكونات العراقية. سابقا كان هناك خطاب طائفي، خطاب عنصري قومي، الآن الخطابات والصراع أصبح بين الكتل نفسها، وبالتالي منذ عزل وإقصاء السيد محمد الحلبوسي إلى هذه اللحظة الأخوة في تقدم متمسكين بالمنصب على أساس أن التقدم هو الكتلة الأكبر. ظهرت ثلاث كتل متقاربة فيما بينها، انسجمت هذه الكتل الثلاث، توافقت فيما بينها من خلال جولات ومباحثات ولقاءات. هذه الكتل الثلاثة اليوم واقع الحال أنها كتل كبيرة داخل المشهد السني، داخل المشهد السياسي العراقي. هذه الكتل أيضا ترغب في أن تحصل على منصب رئيس مجلس النواب بناء على تجربة سابقة وانتقادات سابقة وتشخيص بعض النقاط اللي كانت الكتل السياسية في المجتمع السني غير راضية على هذه الأمور، وبالتالي هناك محاولة من وجهة نظر الكتل الثلاثة محاولة لتصحيح المسار. الأخ الحلبوسي والأخوة في تقدم أيضا يبنون على ذلك أن الكتل الأخرى لم تكن متعاونة معهم، وبالتالي ورقة الاتفاق السياسي بين تقدم وبين بقية الكتل الكردية والشيعية لم تنفذ ولم يكن هناك تعاون في تنفيذ هذه النقاط الأساسية. وجدت الخلاف الحقيقية بين الكتل الثلاث والأخوة في تقدم أن هناك هذه النقاط اللي ذكرتها، أنه كان مجتمعنا في محافظاتنا يتأمل أن تقر، أن تشرع، أن يكون هناك تحرك برلماني حول هذه القوانين المهمة اللي يعني تلامس حياة المواطن. أنتوا اليوم شلون تبعون للموضوع؟ هو استحقاق لتقدم أم لا؟ لا، هو استحقاق، استحقاقنا، والمفروض اعتبروا الموضوع ماشي وماكو قرار المحكمة الاتحادية. بابا محمد، هي لو كانت هناك عملية سياسية صحيحة 100% فإن المنصب هو استحقاق لكل عراقي، سواء مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية. في ظل العرف السياسي الدارج واللي مشينا عليه من 2003 ولا حد الآن، توافقون كتحالف الحاسم اليوم الصوتون لشخص إذا يجي كردي يشغل منصب رئيس مجلس النواب؟ لا، مو في ظل الواقع، احنا نعيش الواقع ونعيش الأمل. هناك أمل، نتأمل هذا الأمل أنه يكون هذه تتأملون أول ناس توافقون. انطيني مجال خلي في ظل الواقع، في ظل الواقع هذا المنصب هو من حصة المكون السني، هو ليس حكرا على أي تحالف، وبالتالي أطرح لي من هو الأفضل، من هو المتوافق عليه بشكل أكبر. وأنا أتمنى أن يحسم هذا الخلاف من خلال اللجوء إلى قبة مجلس النواب والتصويت المباشر على المرشح،
وليفز من يفز سواء كان من الكتل الثلاث أو من تقدم. عملية ديمقراطية وسهل بها الأمور وابتعد بها بقدر كبير جدا عن الإشكاليات الحاصلة اليوم. خلينا نأخذ دكتور رأي دكتور عمار من بيروت عضو حزب تقدم دكتور عمار الجميلي، ورحب بحضرتك معنا في حصاد الأيام دكتور. مرة السبع الحمد لله على السلامة دكتور عمار. الله يسلمك صراحة. الحمد لله على سلامتك دكتور. مرة السبع أشهر وإحنا على أبواب عطلة تشريعية والموضوع ما محسوم لحد اللحظة، شلون تنظر للموضوع؟ هل لا يزال تقدم لديه بعض الأمل بأن يطرح مرشح لشغل منصب مجلس رئاسة مجلس النواب؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله سيدي الكريم وحي ضيفك الدكتور صلاح المحترم. أهلا بك. وحي السادة المشاهدين الكرام عبر قناتكم المحترمة، وأقول بداية أن اليوم السيد صلاح تقريبا أنصف السيد الحلبوسي عندما قال أن السيد الحلبوسي تم إقصائه من المنصب، وهو هذا عين الصواب الذي حصل. أما تحبون هاي المصطلحات دكتور؟ يغازلكم دكتور. تحبون الدلع. أي عفية أحسنت. أما بالنسبة لموضوع رئاسة مجلس النواب، هو فعلا هذا المنصب استحقاق المكون السني، لكن هذا الاستحقاق يترتب عليه استحقاقات أخرى، ألا وهي النقاط التي قدمت من أجل الحصول على هذا المنصب. النقاط التي قدمت للحصول على هذا المنصب هي 25 نقطة. هذه النقاط تمثلت بثلاث وزارات مقابل منصب رئاسة مجلس النواب، وبالتالي فإن حزب تقدم الذي يملك الأغلبية النيابية قد أعطى للشركاء لبقية الشركاء استحقاقاتهم الانتخابية، وقد أضاف لهم أيضا، فإنهم قد أخذوا كامل استحقاقاتهم وليس لديهم أي استحقاق الآن، فذهب استحقاق رئاسة مجلس النواب إلى السيد الحلبوسي لأنه استحقاق. طيب. وليس هدية، إنه استحقاق. فعندما تم إقصاء الرئيس الحلبوسي من منصبه بهذا القرار، كان يجب على الشركاء الأخوة في التحالفات السنية المحترمة والمحترمين أن يذهبوا إلى السيد الحلبوسي ويعلموه ويكونوا على نسق واحد وعلى كلمة واحدة بأنه من سوف تقدم ليشغل مكانك، وليس بأن يقوموا ويقدموا مرشحين آخرين، وليس بأن يقوموا ويقولوا بأن هذا الاستحقاق هو استحقاق لنا. طيب بالتالي دكتور، بالتالي اختار شخصية وطرحها ولم تحصل على التوافق. طيب ما عندنا أي مشكلة، خلي أي شخص من أي كتلة أي تحالف في المكون السني خلي ليتسنم هذا الاستحقاق. ليس لدينا أي تعارض، بالعكس السيد الحلبوسي الرئيس الحلبوسي قال لهم يوم بالأمس القريب أرجعوا لي الوزارات. هي بالمحصلة تحالف السيادة وتحالف عزم وتحالف حسم، الإخوة أخذوا استحقاقهم، فعندما يريدون أن يأخذوا استحقاق رئاسة مجلس النواب لازم يعطوا نقاط. دكتور عمار، هذه النقاط من أين سيأتوا بها سيدي الفاضل؟ ما هو كل تحالف من هؤلاء التحالفات ليس لديه الكم الجمهوري وليس لديه كم النقاط التي يحصل عليها يقدمها للحصول على المنصب. بهذه الجزئية خلي أخذ رأيك دكتور صلاح، يعني تأخذون الوزارات وتردون المنصب، ايش فقيت الجواب؟ يصير دكتور صلاح؟ دكتور منطقية هذا الموضوع؟ دكتور عمار اليوم انت ببيروت وهذا ما اريد اغثك. لا مو تغثه، يعني الموضوع استحقاقات، اخذت الوزارات وافتريتوا على المنصب. هو موضوع مغثه دكتور صلاح، هو مو موضوع مغثه. هو احنا يعني لازم ان نحكم العقل ونحكم الخطاب تمام المتزن، أليس ذلك صحيحا؟ تمام دكتور. إذا أريد نحكم العقل والتوازن وخلي الأمور تمشي بمركب هادئ ومتزن، يجب عليكم إذا أردتم المنصب
أن ترجع الوزارات إلى صاحب الحق ألا وهو السيد الحلبوسي. جزاك الله خير. خلينا نسمع. صح لو خطأ. خلينا نسمع رأي دكتور. رئاسة مجلس النواب وعدكم ثلاث وزارات. ما يصير هذا مو صحيح. جزاك الله خير دكتور. أهلا وسهلا. بالنسبة لما تفضل بأخويا وعزيزي دكتور عمر. عندما تشكلت الحكومة العراقية وسبق تشكيل رئاسة مجلس النواب في عام 2021 تقدم لم يكن بمفرده، يعني كان مع الأخوة في تقدم كتل أخرى متحالفة، انفرط عقد هذه التحالفات فيما بعد، فبالتالي اليوم الأخوة في تقدم رغم هذا انفراط العقد والتشظي اللي صار بالكتل بعدها و انعزال السيادة عن تقدم، يعني كانوا كتلة واحدة السيادة والتقدم تحت عنوان تحالف السيادة، كان الشيخ خميس الخنجر مع الأخ محمد الحلبوسي. احنا اليوم ككتلة ثلاث نمتلك نعم ثلاث وزارات، لكن في نفس الوقت الأخوة في تقدم أيضا يمتلكون وزارة الثقافة، وزارة الصناعة، وزارة التخطيط، ونائب رئيس الوزراء، يعني أربع مناصب أيضا ضمن هذه الكابينة الوزارية يمتلكها الأخوة في تقدم. يعني هم في طبيعة الحال أكثر من النصف إذا حسبناها نقاط واستحقاق كل كتلة. إحنا لا هذا استحقاقهم الانتخابي لولا. لا مو أحسن استحقاق هو استحقاق دكتور دكتور عمار دكتور عمار تمام أكمل الله يعزك. هذا الاستحقاق كان استحقاق الأخوة في تقدم بعد الانتخابات. تعلم اليوم هناك تنقلات بين النواب، اليوم نائب مع هذه الكتلة يتحول إلى كتلة أخرى، يعني اليوم الأخوة في تقدم عدد نوابهم هو ليس عدد نواب تقدم عند تشكيل الحكومة العراقية، هناك فرق في عدد النواب، هناك انشقاقات، هناك خروج لبعض النواب، وبالتالي النقاط التي تكلم عنها الأخ الدكتور عمار جميلي هي ليست نفس القوة اللي كان يمتلكها تحالف تقدم بعد انتهاء الانتخابات في عام 21. هذه مسألة. المسألة الأخرى عندما نمر في إشكالية وفي أزمة سياسية تصبح لا نقول مصلحة المكون، لأن المصلحة الوطنية أعلى من مصلحة المكون وأعلى من مصلحة الأحزاب والأشخاص وغيرهم. عندما نكون بهذه الأزمة يجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على مصالحنا الخاصة. الأخوة اليوم في تقدم يعني المشكلة الأساسية اللي هم وقعوا فيها أنه لا يوجد لديهم مرشح لهذا المنصب، يعني أنت اليوم تريد تسافر إلى بلد معين وأنت لا تملك مال وماكو وسيلة نقل راح توصلك إلى هذا البلد. يعني اليوم الأخ عمار عندما سافر إلى بيروت يوم أمس الصوتون اليوم إذا تم التوافق على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الصوتون؟ لا احنا ضد هذا الامر لانه هذا راح يفتح يعني بالتالي انتم تردون تسدون لا 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 اخي العزيز محمد، انت اليوم اذا اي مطب او اي ازمه او مصلحه خاصه لحزب معين لتحالف معين وتاتي وتعدل النظام اذا انت ستفتح مساله جديده، عرف سياسي جديد، بالتالي اي مشكله، اي خلل، أي مطب راح نمر به سنلجأ إلى تعديل النظام الداخلي. تعديل النظام الداخلي لا يكون وفق الأهواء السياسية، لا يكون وفق المزاج السياسي. يعني اليوم أنا أعدل موضوع معين من أجل أنه محمد رضا يصل إلى هذا المكان، هذا يعني هذا الموضوع خطأ يا أخي الكريم. الوقت داهمنا دكتور صلاح. دكتور عمار أعود لحضرتك، أنطيك الدقيقتين الأخيرة إذا تريد ترد على الدكتور صلاح. أيضا بالتأكيد. المصلحة الوطنية، يعني الموضوع طول لي أكثر من سبعة أشهر، لابد من التوصل صح. إلى حلول صح. الرجل صح. يقول عندكم ثلاث وزارات وعندنا ثلاث وزارات، بالتالي خلينا نتفق على شخصية معينة ننهي الموضوع. أولا نحن بعد الانتخابات لدينا 45 نائب، الآن بعد خروج شعلان الكريم لدينا 42 نائب، من يقول لك عكس هذا الكلام فهو كلام إعلامي ويعني فارغ من الصحة، مع احتراماتي لمن يتفوق. وثانيا دكتور عمار نحن لدينا عذرا خلي أكمل لين دقيقتين ما عندي أكثر. بالنسبة لموضوع ثلاث وزارات ونائب رئيس وزراء، استحقاقنا عندنا 45 نائب، يعني احنا عندنا ما يقارب 72% من مجموع الاصوات السنيه كليتها، من مجموع الاصوات السنيه احنا ما يقارب لدينا 72 او 70%، فطبعا نحن حصه الاسد.
طيب إذا كان الإخوة يقولون أن هذا الموضوع وطني والوطن متوقف، أنتم أخذتوا استحقاقكم، أنتم ليش خالين العقدة بالمنشار؟ أعطوا الحق لصاحب الحق. يعني أنت عندك نائب وعندك وزير، نائب ووزير، نائب لديه وزير، تريد تأخذ رئاسة مجلس النواب بأي قانون بأي ميزان؟ يعني إحنا خلنا نتكلم بواقعية. السيد الحلبوسي طلع من منصبه، المنصب سيكون لحزب تقدم. دكتور عمار أبداً. المشكلة يعني اليوم كبيرة دكتور صلاح، مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل. يعني بكل صراحة بقائنا ما ظل عندنا بقائنا في ظل هذه الدائرة. بكل صراحة هو اللي راح يعطل الإطار التنسيقي الإخوة في الإطار التنسيقي لاحظوا بعد طبعا جاملوكم لكن يعرفون جيدا أن هذا الموضوع لن يتم إلا بموافقة الرئيس الحلبوسي، وأنا أكررها. الإطار التنسيقي يقول لك تعال اتفق بمرشح وتعال لمجلس النواب أصوت لك، اتفق على مرشح مقبول. وموضوع بالنسبة للتصويت هو ليس أهواء سياسية أبدا، هذا الكلام غير صحيح. دكتور اختارت مرشح وطرحته وجيت المجلس النواب وما حصل على قانونية. دكتور محمد انت تطعن بمادة قانونية، عبرت المادة القانونية 147 تنص على أنه إذا رئيس البرلمان ونائبيه مجتمعين أو 50 عضو أو تقديم بخمسين عضو يجوز لهم. نعم وضحت يجوز لهم التعديل. فسيد الكريم هو ليس أهواء سياسية تجاوزنا على الوقت دكتور، إنما هي استحقاقات واستحقاقات قانونية دستورية جماهيرية ولن نتنازل عنها. نعم من بيروت عضو حزب تقدم دكتور عمار الجميلي أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا حياكم الله لجنابك دكتور. الوقت داهمنا دقيقة أخيرة. دقيقة أخيرة يعني هناك مغالطات الأخوة في تقدم مستمرين بها أنه لديهم 45 نائب، ليس لديهم 45. وأنا يوم أمس كنت في لقاء مع الأخ العزيز دكتور عمار ووضحت الأسماء التي انسحبت من تقدم خلال الأشهر الأخيرة، 11 نائبا انسحب من تقدم. وحتى سألت الضيف اللي معي في لقاء بعده قلت له شقد عددكم في أوج قوتكم؟ قال 44. قلت له هاي 11 اسم انسحبت من تقدم والأسامي واضحة للرأي العام، يعني إذا أكو مجال أعددها الأسامي واضحة. رعد الدهلك فلا حسن الزيدان، زيتون الدليمي، نعم. نهال الشمري، نهل الفهداوي، كثير من 11 نائب انسحب من عادل المحلاوي، 11 نائب انسحب بالتقدم، وبالتالي لم يعد هذا الرقم لديهم. وأنا قلت لهم إذا كان لديكم هذا الرقم اخرجوا بالمؤتمر. مسألة أخرى نتمنى أن يلجأ الجميع إلى قبة مجلس النواب ويختار، وهناك سيتبين ثقل كل كتلة سياسية أمام الرأي العام وتنحل المشكلة. أما أنا أتمسك وأنا ليس لدي مرشح، الأخوة في تقدم ليس لدي مرشح، يريدون يدخلون بأزمة ثانية أعد المادة ويمكن تجر لها شهرين حتى أرجع أنتخب رئيس مجلس النواب، هذا تعطيل للعملية السياسية. المتحدث الرسمي باسم تحالف الحسم الدكتور صلاح الكبيسي أشكرك جزيلا شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا ختام حصاد هذه الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني يؤكد خلال زيارته إلى بابل ضرورة متابعة مشاريع البنى التحتية ومنها مشاريع المجاري والصرف الصحي. رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يدعو لضرورة وضع خطة شاملة لتطوير العاصمة بغداد والارتقاء بها. رئيس هيئة الأوراق المالية يؤكد أن سوق الأوراق المالية يشهد نشاطاً مالياً غير مسبوق خلال الحكومة الحالية. خلية الإعلام الأمني تعلن استرداد 3 إرهابيين خارج العراق متورطين بجريمة سبايكر. محكمة جنايات نينوى تجري المحاكمة عبر برنامج الفيديو كونفرنس بالتعاون مع محكمة جنايات الكرخ الأولى للمرة الأولى بتاريخ القضاء العراقي. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.